هذا هو نبات الحرجل، والحرجل نبات عربي بامتياز، حتى أن اسمه اللاتيني أو بالإنجليزية أرجل، يعرفه كل العرب ويستخدمه أهلنا في السودان كثيرا. من أسمائه كذلك في شمال إفريقيا يسمى غلاشم، ربما يسمى غلاشم، وفي الجزائر تارقيه. طبعا هذه الأوراق مع الأغصان أو مع الأعواد المجففة. الحرجل له استخدامات كثيرة سواء داخليا أو خارجيا، لكني سألخص أهم استخداماته الداخلية والخارجية. داخليا يستخدم الحرجل للمغص المعوي ولأوجاع المعدة، أيضا هو مفيد لالتهابات الأمعاء والتهابات المسالك البولية. وإذا استخدم الحرجل بكمية كبيرة مثلا مقدار ملعقتين من هذه الأوراق المجففة، فإنه له مفعول ملين، لذلك هو مضاد للإمساك. طبعا هناك دراسة حديثة بشرت باستخدام الحرجل في علاج سرطان المعدة. خارجيا تستخدم أوراق الحرجل الخضراء كربخة في علاج عرق النسا. أيضا هذه الأوراق المجففة يمكن إضافة الماء الساخن إليها واستخدامها كلبخة في علاج عرق النسا. وهذه الأوراق أيضا إذا سحقت سحقا ناعما فهي مفيدة على الجروح المتقيحة أو المتقرحة، تذر ذرا. طريقة استخدام الحرجل داخليا هي بأخذ ملعقة كبيرة، ملعقة الطعام العادية ملأها، نضعها في كوب فارغ ونصب عليها ماء مغلي، نحرك نتركها لمدة 5 دقائق أو أكثر شوية حتى تبرد، ثم تصفى ويشرب مرة واحدة في اليوم قبل أي وجبة.